إخواني أخواتي، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير وألف خير. إخواني اليوم غادي نتكلموا على واحد البرنامج، برنامج اللي هي التلقيم أو لا التطعيم. كيفاش غادي نطعموا الشجرة إذا كانت عندنا فايتة واحد العدد ديال أكثر من 3 سنوات؟ كاين بعض الإخوان اللي كيقولوا لهم الشجرة اللي هي حارة أو لا عظم أو لا مثلا دارت عندهم واحد المده ديال 5 سنين او 6 سنين وما كديرش، كيقولوا لهم بان ما خصكم تحيدوها. انا عندي برنامج ما كنتش باغي نديره في الانترنت، لان كاين بعض الناس كياخذوا الخبره وكياخذوا المعلومه ديالي وكيخدموا عليها. ولكن اليوم اضطريت باش ندير لكم هذا الفيديو، لان بزاف الاصدقاء كيتواصلوا معايا وكيطلبوني هذه المعلومه هذه، وكنعطيها لهم وناجحه لهم وراهم غادي مزيان تبارك الله. العمليه راها بانت، وهاد العملية راه قديمة عندنا، خديناها من جدودنا ومن والدينا. وعندي واحد الأخ صديق كبير بزاف بحال خويا، خدم بها هذه مدة تقريبا ديال عام والزيادة، وعنده الشجرة تبارك الله راها كتمر ليه وفرحان بهاد العملية. وراه هو اللي كيطلبني كيقول لي خصك ديرها ضروري في الانترنت وتهضر عليها قبل ما يديروها ناس أخرين. أنا اللي كنقول هاد العملية عندي قديمة، دائما كنديرها أنا ودائما كنخدم بها، ولكن ما عنديش الشجرات اللي هما حارين، ولكن كنعملها وعملتها الشجره وحده اللي هي الزيتانو او لا بينكيرتون اللي كتجبتها من اوروبا. اذا اخواني اخواتي، سمحوا لي بزاف ما ربما نكون اخبرت عليكم او لا هذه المعلومه ما شاركتهاش معكم. اليوم غادي نشاركها معكم، والاخوه اللي خداوها من عندي تبارك الله عليكم، ورا العمليه ناجحه وغاديه تنجح. واللي دارها هذا العام معطل وما دارتليش، العام الجاي راه غادا تكون عنده النتيجه 100% النتيجه، لان هذه العمليه كنديروها في اي وقت، ولكن الوقت المهم المزيان اللي هو ما بين شهر 8 وشهر 12 وشهر 9 الوسط ديالو هو احسن، لان الشجره ملي كتكون قربات تحمل، قربات تطلق الازهار ديالها، كتكون عندها هذيك العمليه وكدير ليك الازهار، والازهار ما كيطيحوش، كتاخذ هذاك الشيء اللي قسم الله. وغادي نقول لكم علاش ما كنبغيش بعض الحوايج نديرهم في الانترنت، لان بعض الاخوان ملي كياخذوا المعلومه ما كيذكروكش في اللسان ديالهم ولو بالخير. لان مؤخرا شفت واحد الفيديو في السعوديه على التمار او النخيل، خدموا بالطريقه ديالي والمعلومه ديالي انا اللي درتها وحطيتها في الانترنت وانا اللي كنهضر عليها، وخذوا هذيك المعلومه مع عمرهم ما داروها للتمر، وهذا العام داروها لهذاك النخيل، وخدموا بالطريقه ديالي ديال الحوض والغبار والخدمه، ولكن ما ذكرونيش في اللسان ديالهم ولو بالخير. اذا اخواني اخواتي، انا كنقول اي واحد اللي عنده شيء اذاعه او لا بغى يدير شي معلومه مرحبا به وتبارك الله عليه والله ييسر ليه، ما كنحسد حتى شي واحد، ولكن كنقول بان من اللي ياخذ شي معلومه وكيديرها حتى هو بفيديو ديالو بطريقته، يحاول يذكر هذاك السيد اللي خداها من عنده ولو بالخير، لان باش ما ينوش المشاكل ديال دعيني ندعيك وهضر فيا نهضر فيك، والتجايد ديال الهضره اللي ما مزياناش. اذا اخواني، انا ما باغي مشاكل، ما نقيس احد، ما نقيسني احد، كنعطي المعلومات من عندي وبالخبره ديالي كنعطيكم هذاك الشيء اللي خصو يكون واللي هو خصو يتعمل. اخواني مرحبا بكم عندي. اذا غندخلوا في العمليه ديال التطعيم، العمليه ديال التطعيم او التلقيم. كيفاش غادي نلقموا هذيك الشجره؟ بطريقه خياليه وسهله، عطيتها للحباب شاركوها معايا وخدمات ليهم. واحد الاخ حبيبنا صديقنا اللي هو موجود، راه غادي نحط لكم فيديو ديالو، راه صيفطوا لي تقريبا هذه عام وانا مهلي في هذاك الفيديو ديالو، حاطه عندي في الريجيستر، ودابا غادي نجبد لكم هذاك الفيديو من مورا الفيديو ديالي، غادي نحط لكم هذا الفيديو. هذا الاخ هذا حتى هو كيخدم في هذه العمليه هذه، وصدقات ليه وفرحان بها وخدمها الناس بزاف، ولكن ما بغاش يتسرع. شوف الناس الفكره ديال الناس وشوف الذكاء، ما بغاش يتسرع ويحط الفيديو حتى يتشاور معايا انا، واعطاه لي انا اللي نديرو. قال لي انت هذا الفيديو سجلته ليك، انا بغيتك هذا الفيديو تحطه، لا ديالك ولا ديالي. ولكن اليوم غادي نحط لكم هذا الفيديو، وتابعوا مزيان كيفاش غنديروا الطريقه ديال التطعيم. الشجره اللي كانت عندنا كبيره، ليمونه ولا تفاحه ولا شهديه ولا خوخه ولا برقوقه ولا مشمشه، جميع ما يكون، حتى الكرموس اللي هو الباكور اللي كنقولوا الباكور، او لا مثلا التين، حتى هو يمكن لنا نديروا له هذه العمليه هذه. جميع الاشجار نديروا لهم هذه العمليه اذا كانت شجره فايته المده ديال 3 سنين. اذا غنديروا لهذه العمليه، غتولي الشجره تحلم لينا وتجيب لينا الازهار، وغاديه ما غطيحش كل شيء، وغتخلي لينا البركه ديالنا اللي غناكلوا معها. غير هي واحد القضيه اللي كتقلتها لبعض الاخوان، ما ربما غايقولوها في الكومونتير، غير هي كتجيب لك هذاك النوع اللي انت دكنتيه ديال هذاك العظم اللي مدكن، ما غتجيب لكش شي نوع اخر،
كتجيب لك نفس النوع اللي انت دكنتي، هاس هاس، زيتانو زيتانو، فورتي فورتي، غتجيب لك النوع اللي انت مدكنه، وعاد ما يكونش المردود بحال المردود الاخرين اللي هي مطعمه والطعمات والبورت غريف ديالها اللي هو جاي من العظم في شكل، وهي الطعمات يعني براعم اخرين. اذا غادي تكون النتيجه، راه النتيجه 100% غادي تكون ان شاء الله. عمليه راه سهله، تبعوا معايا مزيان. هذه العمليه نسميها انا الخاتم، انا كنطلقها لكم اليوم كنسميها، سميتها الخاتم. اذا هذه العمليه الخاتم اللي غادي نديروا اليوم غادي تعرفوها، وتتوما غتبقاو تهضروا على الخاتم ديال الاشجار، جميع الاشجار يمكن لينا نديروا لهم هذا الخاتم هذا، وغادي تكون النتيجه وغايكون المردود. بقاو معايا دائما في الجديد، معلومه من عند خوكم برعماره. هيا بنا الى هذه الشجره اللي ورايا غنخدموا فيها. هذه ماشي هي اللي كطيح، ولكن غنعطيكم معلومه، لان هذه الشجره هذه بغيت نخدم فيها انا باش تزيد تعطيني الثمار اكثر. اما هي راها ملقمه وجايه من الشجره مزيانه. اذا عندنا هذه الشجره هذه مثلا عندنا كتنور وكطيح لنا النواره مثلا، وكتشد لنا شي حاجه قليله، يعني الا جيتو تشوفوا كاينه شي حاجه قليله شاده، ما شاداش كل شيء. ولكن هذه العمليه خصها تكون قبل ما تكون كتنور، غير هي غنخدموها دابا، يمكن لك تخدمها في اي وقت، ولكن خاصك ضروري ديرها قبل ما تنور، قبل ما يكون فيها الازهار، باش تكون المردود بسرعه وما غاديش تطيح هذاك الشيء كامل. اذا هي راه دايره هذاك الشيء قليل، ولكن العمليه غادي نخدموا فيها دابا ان شاء الله هنايا، وغادي تشاركوا معايا هذه العمليه هذه، وغادي تعجبكم والناس كاملين غيبقاو يديروها. اليوم غادي نطلق هذا الفيديو، اليوم ان شاء الله غادي نطلقه وغادي نشاركه معاكم، لان ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو، لان بزاف الاخوان راهم كيلاحظوا، ولكن انا كنقول غنطلقوا لكم دابا وغادي تعرفوه راني طلقته، وغادي نشارك معاكم هذه المعلومه، راه معلومه زوينه. وتداعوا معايا وميكون على الخير، ومرحبا بكم ورمضان كريم للجميع. اذا اخواني عندنا الموس ديالنا، الموس يكون سبيسيال، الموس ديال الاشجار يكون سبيسيال، هذا ماركه سبيسيال ومعروفه وغاليه. اذا هذا ديال سحاب التلقان. الموس اول حاجه ملي نشدوه اما نديروا ليه جافيل او لا نديروا ليه لانكول، من الاحسن يكون لانكول ونشعل فيه العافيه، ندير لانكول ونشعل فيه العافيه، نحرقه باش جميع البكتيريات يمشوا بحالهم. اذا اخواني يكون هذاك الشيء مزيان، وما نحاول ما نشدوش بيدي، نشد هذه بيدي، لان درنا لي حنايا القضيه ديال لانكول وحرقناه. اخواني عندنا شوف الفصول اللي عندها، عندها واحد، عندها جوج، عندها ثلاثه، وهادو جوج هي اربعه. اذا هنا كيتسموا جوج وهنا كيتسموا جوج هي اربعه. شنو غادي نديروا؟ العمليه غادي نديروا ما نقدروش نديروها هي فيها هي، لان كبيره بزاف وعندها البراعم كبارين، خصنا نعطيو كل واحد نعطيو الخدمه ديالو. غادي نجيو مباشره نخدموا في الخاتم، اول حاجه نخدم لكم على قرب. بسم الله. انتهت العملية ديالنا، سهلة بسيطة. هنا كيفاش كنديروا ليها، شوف هابطة من التحت، يعني مني ما بغيتي تشوفها غتشوفها. إذا هذا الخاتم، هنا هاد الجهة الأخرى ها هي، هذه حيت كبيرة شوية غليظة درنا ليها هاد الغلط باش يعني باش تاخذ يعني هي قادرة، يعني غليظة صحيحة مزيان، يعني نقولوا حنا بحال غليظه عامره مزيان، يمكن لك تكبر ليها ماشي مشكل، ولكن اللي صغيره ما بلا ما تكبر ليها. اذا هنايا درنا ليها هذه العمليه هذه ديال التطعيم، يعني طعمناها او لقمناها، يعني هنا العمليه راها باينه كيفاش كنوري للاخوان. كنقول لكم
هذه العملية هذه من عندي، صبرت عليها تعييت، ولكن اليوم درت لها فيديو وهي قدامكم كيفاش كندير لها. إذا يمكن لكم تاخذوها بجدية، ديروها الأشجار ديالكم وراه ما تخافوش، راه غادي يكون الخير. وسبحان الله غادي تشوفوا شهر بشهر كتبدا تتلاقى وغادية تسودة مرة. أنا غادي نعطيكم واحد الشجرة اللي هي كانت بحال هذاك الشكل اللي درت ليها وصدقات تسودات كاع في خطرة. إذا هنا كذلك الجهة الأخرى درنا ليها صغيرة شوية، لجيت تشوفوا راها صغيرة. علاش صغرناها؟ لأن هي صغيرة، يعني ملي كتكون شجرة صغيرة كدير ليها على الأقل واحد سنتيم ولا سنتيم ونص، ومن الحدايا كبيرة وأنت كتكبر في السنتيموس. ولكن بالنسبة للأوقات ديال شهر 9 وشهر 10، يعني الأوقات ديال الصيفية، تما يمكن لك دير ليها واخا ديرها كبيرة ماشي مشكل، لأنك كتجبر دغيا بسرعة وغادا تجاوبك في الوقت ديال النوارة، يعني من عاد الزهر ما غاداش تطيح وغتولي تحمل بحالها بحال خوتها. وتبارك الله هي كتشوفوها دابا هنا بحال بغيت تقول. هنا أول حاجة طعمناها يعني صافي تلقمات، وثاني حاجة ولات حبسنا ليها الماء، هذاك الماء اللي كيدوز لعند الجهة الأخرى بكثرة ما غيمشيش، غيوقف غيحبس غيولي يمشي غير هذاك لي بروتين اللي محتاجة به هي. أما الماء الجلدة هي اللي كدوز الماء، يعني الماء صافي ما يبقاش يدوز، غيوقف واحد المدة وغادية تخدم، ولكن غيبان لك ما غتموت ما والو، غيبان لك بدات تبدل والكولور ديالها هو تبدل وتلقحات. صافي حنا دابا درنا ليها العملية ديال التلقيح. هاد العملية هادي راه عملية زينة وخدامة وبصحتكم بها، واللي عياخدها من عندي ويشكرني بارك الله فيه، واللي عيدي معايا بارك الله فيه. وهادي شاركتها معاكم من عند خوكم بالعمارة من القلب ديالي من البلاد ديالي، يعني درتها في داري وفي هاد الشجرة هادي. هاد الشجرة طيحات بزاف، ومني طيحات بزاف قلت علاش ندير عليها فيديو مع الإخوان نشارك معاهم باش يعرفوا هاد العملية راها ديالي، وباش يعرفوا هاد العملية رانا واخا عطيتها لهم، كاينة بزاف الناس عطيتها لهم، ولكن راه غيشوفوها وراه غادي يدخلوا، إلا ما دخلوش في الكومنتير راه غيعيطوا ليا وغيتواصلوا معايا، لأن هاد العملية بزاف الناس شاركت معاهم فيها. تبارك الله عليكم، الله يسهل على الجميع. أي معلومة غادي نتواصل معكم فيها، ماشي غير الزراعة، حتى المشيات، حتى النحل، حتى أي حاجة مرحبا. إذن احنا قلنا لكم بأن أي معلومة بغيتوها مرحبا. من بعد غادي نعطيكم عملية أخرى ديال هاد الورق اللي طايحنا، وهاد الشجرة مثلا شنو هما المواد اللي خصها تاخذ، ولكن المواد ما غاديش نحطهم، والناس اللي غيتواصلوا معايا غادي نعطيهم المواد. إذن احنا دابا في هاد الشهر الكريم شهر رمضان، بغينا إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير، كل شيء يدوز رمضان بالكمال إن شاء الله. الله يتقبل صيامنا وصيامكم إن شاء الله. خوكم بالعمارة دائما في الجديد. كتشوفوا الشجرة راها حاملة، راها حاطة الحبوب، هذا يعني راها كاين تما الحبوب ديالها، أولا كيفاش كتسميوه تما اللي فروي ولا كيفاش كتسميوه، المهم غالبة عليا الإسبانية بعد مرة، راه نلوح لكم كلمات اللي هي هذه فروتا. إذا حنا في الفروتا راها كاينة، ولكن ما كايناش بزاف. هذه ها الفروتا ديالها تبارك الله، راه كاين الخير، ولكن انا درت هذه العمليه باش نزيد نكثر من هاد الشيء اللي عندي. المهم اخوان تبارك الله عليكم، الى جيتوا تشوفوا شوف سبحان الله هاد الشجره هادي كيفاش دايره، طيحات بزاف، ولكن الى دزنا مباشره لهادي شوف تبارك الله الحبوب اللي كاينه هنايا، يعني الحبوب بكثير تبارك الله وما طيحاتش بزاف. وشاهدوا معايا كيفاش الحبوب داير، واخا كنزرب لكم في الفيديو ولكن راكم غادي تشوفوا الحبوب ديالها، ها هو راه كاين. يمكن لينا الشجره، اي شجره يمكن ليها دير، وان شاء الله اللي بغى الفيديوهات ديالي وبغى المعلومات او لفاتو شي معلومه يبرك على الجرس باش اي معلومه ولا اي فيديو حطيته غادي يوصلكم. المهم بالصحه فطوركم، تبارك الله عليكم دائما في الجديد، واللي بغى شي معلومه يتواصل معايا في الهاتف. مرحبا بكم، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.